بالشوط الثاني. عن جد شيء غير طبيعي ما يحدث الليلة. وهذه كرة وهذه فرصة، جول ميسي يأتي بآخر أهداف الموسم لبرشلونة في الليغا، وتكون الأمور 4-2 4-2. ميسي، نعم ميسي يأتي بآخر أهداف الليغا لفريق برشلونة، وكل برشلونة وكل كاتالونيا وكل الكامب نو في هذه اللحظات. الآن النتيجة كانت 2-0 لإيبار، لكن بعد ذلك ميسي يرفض ذلك شوف المرور، هذه اللعبة، الهدف الخرافي اللي مر وتقدم وسدد، ووصلت الأمور بالتالي لأن تكون إلى هدف إعجاب. كانت 2-0 لإيبار، لكن بعد ذلك ميسي يرفض ذلك شوف المرور، هذه اللعبة، الهدف الخرافي اللي لإيبار، لكن بعد ذلك ميسي يرفض ذلك شوف المرور، هذه اللعبة، الهدف.